سواء من وزارة التربية الوطنية أو وزارة الداخلية الذين اشتغلوا على البوابة مناسبة لتكريم جلود الخفاء. الوزير مكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بعد قليل. اليوم كان عندنا الحفل ديال توزيع جوائز امتياز للإدارة الإلكترونية في الدورة 12 برئاسة السيد رئيس الحكومة، ومن خلال هذه الدورة هذه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تؤكد المواصلة ديالها من هذا المجهود في الاعتماد على هذه الجائزة كإحدى الدعامات الأساسية لتشجيع التنافس النزيه والمثمر، لتشجيع الامتياز والتميز، ولتشجيع الابتكار في تطوير وتحديث الإدارة العمومية والخدمات الإدارية ببلادنا. التحول الرقمي يشكل مكون أساسي في الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي نعتمدها، على اعتبار أن التحول الرقمي للإدارة أو ما نسميه بالتدبير اللامادي للخدمات الإدارية من شأنه أن يوفر الكثير من الجهد على الإدارة وعلى المواطن، وأن يحقق مزيد من الفعالية والقرب والمردودية، لكن أيضا من شأنه أن يعزز الشفافية والنزاهة في المرفق العام، لأن الخدمات الرقمية عن بعد تقلص إلى حد كبير التعامل مع التعقيدات المسطرية، ومع التعامل مع تعدد الشبابيك وتعدد الأشخاص، مما يقلص من مخاطر الفساد ويحقق الشفافية والنجاعة الإدارية. فهذه الدورات قدموا حوالي 39 مشروع ديال الابتكار في الخدمة الإدارية بمختلف الأصناف، اللي كيمثلوا حوالي 29 إدارة عمومية أو وكالة أو مؤسسة عمومية، وكلها هاد المشاريع تتوفر على ابتكار وعلى مواهب وعلى فعالية وعلى اجتهاد. لكن لجنة التحكيم اللي اشتغلت باستقلالية تامة وبحرفية عالية اختارت الفائزين اللي توجوا اليوم بالجوائز بحضور السادة الوزراء والعديد من الخبراء وكبار المسؤولين في الإدارات المغربية. وهذه الدورة هي أيضا مناسبة لكي نتوقف لتقييم المجهود الوطني لتطوير الخدمة الإدارية بكيفية رقمية، على اعتبار كما ذكرت ذلك في كلمتي أن هذه المكاسب التقنية ينبغي أن تتعزز أيضا بمجهود إداري وقانوني وتنظيمي، حتى يكون هناك انسجام بين مختلف القطاعات في هذا التحول الرقمي الذي نقطع فيه أشواط مهمة. بحيث يمكن القول اليوم أنه كاين حوالي 400 خدمة إدارية موزعة بين مختلف المؤسسات والوكالات والإدارات والهيئات المكلفة بالمرفق العام، وهذا الرقم، هذا العدد 400 خدمة إدارية رقمية، يعني هو قابل لكي يتطور ولكي يتوسع، مما يقتضي إيجاد إطار قانوني، إطار مرجعي لتنظيم الخدمة الإدارية الرقمية، وهو ما نشتغل عليه بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، من أجل أن نعرض على الحكومة قريبا مشروع قانون للإدارة الرقمية التي تؤسس لقانونية الوثيقة الإلكترونية، لكي تعوض الوثيقة الإلكترونية وثيقة ورقية. هناك بطبيعة الحال لابد من قاعدة قانونية لتحقيق واحد النوع من الأمن الرقمي. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.